يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديهم واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد الباب السابع عشر هذا في المسابقه والمسابقه مفاعله والمفاعله تقتضي طرفين طرفين متسابقين وأصل المسابقة أو يعني هو أن يتبارى اثنان أو مجموعة حتى يعلم الفائز منهم هذا معنى المسابقة تقتضي طرفين أو عدة أطراف أم يتسابقون فيما بينهم أيهم يفوز أي أيهم يحوز السبق يوم يحوز السبق ومعنى الفوز لذلك عرفها المؤلف في المسألة الأولى فقال معناها السبق معناها السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه هي المسابقة هنا احنا نتكلم على المسابقة يعني عموما المقصود بها في الفقه المسابقة المعهودة الذي يعني يتم التسابق عليها فعرف هنا عندك السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل وفي الإبل والنضال يبقى هذا معنى المسابقة في إيه؟ معناها المسابقة في الفقه المقصود بذلك ما يتراهن عليه المتسابقون أيهما الفائز في الخيل والإبل والنضال فمن سبق أخذه أخذ الجائزة فيها في هذه الحالة يقول والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره والمناضلة والنضال المسابقة بالرمي بالسهام ونحوه إذن في المسابقة كذلك المجاراة بين الحيوان وغيره طبعا هيأتي تفصيل الكلام في ذلك فالأصل في هذه في عموم المسابقة قول النبي صلى الله وسلم عليه وسلم عليه رواه أبو داود والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر والسبق اللي هو إيه؟ السبق اللي هو الجائزة السبق هو الجائزة ولذلك قال السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل والنضال لماذا خص الخيل والإبل لماذا خص الخيل والإبل والنضال النضال بمعنى المناضلة يعني رمي السهام أيهم يصيب الهدف يعني فيأخذ السبق يعني الجائزة نعم فالأصل في هذا هو هذا الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر النصل معناه السهام يعني رمي السهام نعم والخف بمعنى الإبل والإبل يعني المسابقة بين الإبل أيهما أسرع أيهما أقوى على السير أو حافر وهو المقصود بذلك حوافر الخيل فالسبق في هذه الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى لا سبق سبق هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الجائزة بمعنى الجائزة طيب هل معنى هذا الحديث أنه ليس هناك مسابقات إلا في هذه الثلاثة لا الحديث يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر بمعنى المسابقات على عوض لا سبق السبق اللي هو إيه؟
السبق الذي اللي هو الجائزة ما يتراهم عليه المتسابقون في الخير والإبل والنطاق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين المسابقات التي تكون على عوض، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العوض في هذه الثلاثة، في النصر ورمي السهام وفي الإبل والحافر. لما أما في غيرها فمعنى لا نصل لا سبق، مفهوم الحديث ماذا؟ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. مفهوم الحديث أن السبق يجوز في هذه الأشياء، أما غيرها من المسابقات فهي المسابقة جائزة عموما لأنها في الأصل جائزة، والأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن لكن المسابقات لا تكون على عوض، يكون فيها عوض بين المتسابقين، لا تجوز إلا في هذه الثلاثة. إذن معنى هذا أن المسابقة على الأصل في الأشياء، المسابقات جائزة، المسابقات بغير عوض جائزة في الأشياء كلها، في السيارات وفي الدواب والمسائل الثقافية والعلمية وحفظ القرآن ونشر العلم ونحو ذلك، كل هذه المسابقات جائزة لأن الأصل في الأشياء بالإباحة، وليس هناك دليل، ولأنه صحت أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها، فسابق النبي صلى الله وسلم عليه عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، وسابق بين الخيل المضمرة من الحفياء موضع في المدينة إلى مسجد بني زويق موضع آخر، والحديث متفق عليه. سابق بين والخيل المضمرة هي الخيل التي يعني تعلف قوتا صافيا حتى تضمر يخف وزنها ويكون ذلك قبل الجهاد والمسافات الشاسعة حتى تكون قادرة على 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 السير. إذن فهمنا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ومعنى السبق هو أخذ العوض في هذه الثلاثة. ولماذا خص النبي صلى الله وسلم عليه هذه الثلاثة دون غيرها؟ لأن هذه الثلاثة من أدوات القتال ومن أدوات الجهاد، وهي داخلة في عموم قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن هي داخلة في عموم هذا، فهذا من أسباب قوة المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والحديث في الصحيح مر على بعض أصحابه وهم يتسابقون في الرمي، فقال أموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا. وثبت عن النبي صلى الله وسلم عليه من تعلم الرمي ثم نسيه فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في الرمي قوة للمسلمين. وزي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة، ألا إن قوة الرمي. ألا إن قوة الرمي دلالة على أن الرمي له أثر عظيم في القتال، وأثر عظيم في عز المسلمين وفي قوتهم. إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلم ألا إن قوة الرمي لا يعني أن قوة الحصر في الرمي، فالحصر إنهم يسمونه حصرا إضافيا، ومعنى الحصر الإضافي هناك معنى الحصر، حصر حقيقي، هناك حصر إضافي. الحصر الحقيقي يعني أن يعني لو قلنا بأن ألا إن قوة الرمي، لو قلنا بأن الحصر هنا حصر حقيقي يبقى ليس هناك قوة إلا في الرمي. أما إذا قلنا الحصر هنا حصر إضافي يبقى معناه أن الرمي من أسباب القوة مع غيره، لكن هناك خصوصية للرمي فيسمون هذا حصرا إضافيا. من هذا الحصر الإضافي قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. طيب هل معنى هذا اللي هو ذهب بدون استئذان كافر انتفى عنه الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. طب هناك بعض المخالفات حدثت في ذلك، والله جل وعلا أراد أن يوجه المؤمنين في هذا، هل معنى هذا أن اللي خارج من الاستئذان انتفع عنه الإيمان؟ لا، الحصر يسمونه حصرا إضافيا وليس حصرا
حقيقي. طيب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الحسون حسو حقيقي بمعنى أن الذي لا يتوفى فيها هذه الصفة انتفع عنه الإيمان أم أنه أم أن حسون حس أم أن الحسون حسون إضافي ويكون هذا هم سادة المؤمنين وأهل الإيمان الخلص هكذا. إذن هذه مثلا تبين الفرق بين الحصر الحقيقي وبين الحصر الإضافي. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي لا يعني أنه ليس من أسباب أنه ليس هناك أسباب للقوة. طيب الحد عرفة هل يعني هذا هل حصر هنا حصر حقيقي أما أن الحصر هنا حصر إضافي؟ حصر هنا حصر إضافي لأن هناك أركان أخرى خلاف الحج. ثم ليقضوا تفاسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والإحرام ركن ولا لا الإحرام ركن من أركان لا يصح الحج بدون إحرام. فالإحرام ركن والطواف بالبيت وطواف الإفاضة بعد المبيت في مزدلفة بعد ليلة مزدلفة يوم بعد في ليلة النحر أو يوم النحر فرض وركن. نعم اذا حصر يسمونه حصر ده فيه اللي يقول لك على اهميه عرفه بالنسبه للحج وانه ركن الحج الاعظم في ذلك. طيب اذا فهمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق زي قال يقول حكمها هو ادلته. طيب يقول والمصابقه جائزه بالكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقول الله جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. طيب هنا الشاهد من الآية الشاهد من الآية أن من القوة الإعداد ومن الإعداد الاهتمام بهذه الأشياء بالآلات التي تعين على القوة منها الرمي. هو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاثة نصل أو خف أو فهذا هو النصل. والرمي فقط لا يكون بالسهام. ما هو الرمي بآلات القتال الحديثة بالبنادق والرمي بالأسلحة والرمي بالدبابات والرمي بالطائرات كل هذا من الرمي. فكل هذا داخل في عموم في أسباب القوة التي أتاحها الله جل وعلا للمسلمين. إذن هذه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمن إعداد القوة أن يتسابق المسلمون في هذه الأشياء فيكون عندهم قوة في ذلك. و من السنة ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء موضع في المدينة إلى مسجد إلى ثانية الوداع وبين التي لم تضمر من ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق. والحديث متفق عليه. ثانية الوداع ثانية المكان المرتفع. طيب وقال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافة. والحديث عند رواه أهل السنة. والخف هو البعير. طيب وحين نقول البعير المقصود به ماذا؟ يعني هناك فرق بين البعير وبين الناقة وبين الجمل. هل تستطيع أن تفرق بينهم؟ البعير هو الذكر والأنثى. لا البعير هو الذكر يا من الإبل والناقة هي الأنثى والجمل الاثنين. إذن تفرق بين هذا وذاك البعير والناقة والجمل. البعير هو الذكر من الإبل والناقة هي الأنثى من الإبل والجمل يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. إذن الخف البعير والنصل هو السهم ذو النصل والحافة هو الفرس والخيل. وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة بالجمل. والسؤال هنا لا سبق إلا في ثلاثة إلا في نصل أو خف أو حافة. اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث. فالعلماء في هذا على قولين. منهم من يرى أن الحصر هنا حصر حقيقي وأنه لا يجوز أخذ العوض على شيء إلا في هذه الثلاثة نصل أو خف أو حافر في رمي أو في مسابقة بين الإبل. الإبل أيضا من أدوات القتال تحمل الناس مسافات بعيدة. والخيل كذلك. والخيل رمز الجهاد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. أعظم أدوات القتال في ذاك الزمن الخيل.
فالعلماء هنا على قولين، منهم من يقول بأن الحصو هنا هو حصو حقيقي وبالتالي لا يجوز أخذ العوض إلا في الثلاثة، ومنهم من يقول أن الحصو هنا هو حصو إضافي، ومنهم من يرى أن الحصو حصو إضافي بمعنى أنه أن السبق يكون في هذه الثلاثة وما كان في معناها مما يعين على الجهاد في سبيل الله، كرمي الطائرات ورمي الدبابات والمسابقة بين السفن والمسابقة في السباحة والمسابقة في كل في الإعداد وكل ما كان من تقوية المسلمين على الجهاد، فعلى ذلك يبقى كل ما من شأنه تقوية المسلمين، نعم، فكل ما من شأن تقوية المسلمين ويستعان به على القتال في سبيل الله فهذا يجوز أخذ العوض فيه. أما إذا كان أخذ العوض فقط لمجرد المناظرة أو اللهو أو اللعب كما هو حال أكثر المسابقات اليوم، تعرف يعني مسابقات الخالد بيعملوا إيه؟ فقط بترهموا على الإيه على الإيه المواد فيها من لا 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 في لا من شأنها أنها تعين على الجهاد ولا تعين على ذلك، وإنما يتم التسابق فيها على مجرد المفخرة واللهو ونحو ذلك، فمثل هذه لا يجوز أخذ العوض فيها، لابد يكون فيها المعنى الذي قصده الشاعر الذي قصده الشاعر. طيب، وكذلك اللي من هذا المعنى مثلا مسألة شراء التذاكر، بيشتري التذاكر في المسابقات وفيها نوع من إيه، فيها نوع من الرهان، نوع من المقامرة، يكسب ليخسر في هذه المسألة. فعلى ذلك إذا كانت هذه كل ما كان من شأنه معينا على القتال ومعين فيجوز أخذ العوض عنه، وهذا القول الثاني الذي يقول به البعض من العلم هو قول له حظ كبير من النظر، لأن إذا كانت المسابقة في هذه الأشياء فقالوا إنها من شأنها تعين على الجهاد والقتال في سبيل الله، فكل ما من شأن يعين على القتال وكل ما كان حتى أجازوا كذلك في مسألة نشر العلم والمسابقات على العلم ونحو ونحو ذلك. طبعا المسابقات بلا عوض فالمسألة فيها إيه؟ مسألة واسعة في هذه، احنا نتكلم على إيه؟ نحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على أخذ العوض في المسابقة. فمن أهل العلم من يرى أن الحصر هنا حصر حقيقي وأنه لا يجوز أخذ العوض إلا في هذه الثلاثة، ومنهم من يوسع بأن أخذ العوض يجوز في هذه الثلاثة وكل ما من شأن أن يعين على القتال والجهاد، في وسع المسابقة في السفن والمسابقة في الطيارات والمسابقة في آلات القتال والمسابقة في كل ما من شأن يعين على الجهاد في سبيل الله فيجوز كذلك أخذ العوض عليه. مش المسابقات في القرآن الكريم يدخلون، لأن العلم من شأن تقوية المسلمين ومن شأن تعريف المجاهدين بأحكام الجهاد فيدخلون في ذلك من المسابقات، تكون في نشر العلم وحفظ الحديث وحفظ القرآن ونحو ذلك والعبادة عليها كذلك. أما الكتاب ومن السنة أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، إذن ويجوز أخذ الجعل في إذن يجوز أخذ الجعل في المسابقات في المسابقات التي فيها بين الخيل وبين الإبل وبين وفي الرمي للحديث الذي سبق عندنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو المسابقة هنا إيه؟ المسابقة هنا يعني لا سبق معناه أن المسابقة بعوض، وإلا فالمسابقة بغير عوض فيها جائزة في الأشياء كلها. سباق السيارات شيخنا ودرجات من العيوب هذه، ما سباق السيارات مثل هذه الأشياء هذه لا علاقة لها بالحديث ولا علاقة لها بالقتال، وإنما يراد بها المفخرة ونحو ذلك يجوز، ولكن لا، أما الجواز فيها على عوض مالي فهذا لا يجوز لأنها ليست مما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم، فكل ما من شأن فالمسألة السيارات والمسابقة في الصقور والمسابقة في كما يفعل الناس الآن يعني في السوق وفي ألوان كذا وفي نحو كذا، مجرد أنها التباهي والتفاخر ونحو ذلك لا يجوز فيها أخذ عوض. إذا كانت على بغير عوض فالأمر فيها مباح. إذا
شيخنا هي القاعدة التي تدخل في الإعانة في الجهاد في سبيل الله فهي والذي دلنا على هذه القاعدة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن نبات الخيل تهيبون بها عدو الله وعدوكم ونبسنا كل ألا إن قوة رامي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عند أبي داود والنساء والترمذي لا صدق إلا في نصل أو خف أو حافية إلا سبق إلا في غفل أو إلا في استغفر الله إلا في لا سبق إلا في خف أو نصل أو حاف. طيب والخف هو البعير يعني عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكل بماذا؟ هي بالجزء أن الأخفاف للبعير خفاف للبعير. طيب المسألة الثانية وهي الأحكام المتعلقة بها تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الأقدام. نعم وكذلك حتى على الأقدام لأنه من شأنه يعني مؤلفنا بيميل إلى القول الثاني اللي هو على في يجوز المسابقة بعوض الكلام ده على العوض وإلا في المسابقة عموما فهي جائزة يعني بغير عوض وكذا الطوامي بالسهام واستعمال الأسلحة. تجوز المسابقة على عوض في الإبل والخيل والسهام لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. طيب طبعا هذه الثلاثة لا خلاف فيها بين العلم في جواز أخذ العوض عليها لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة بالذات فيها إيه؟ فيها إعانة للمسلمين يعني المسابقة في الخيل والمسابقة في الرمي والمسابقة في الإبل جائز أخذ العوض فيها لأن في هذه الثلاثة فيها إيه؟ في إعانة للمسلمين على 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 القتال وعلى الناس هيتعلموا القتال وهيتعلموا ركوب الخيل وكذلك وتنشيط الإبل على القوة وعلى السير مسافات بعيدة فهذا كذا هذا كله من شأن إيه؟ من شأن أن 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 يقوي المسلمين. هذه الأشياء يؤخذ بالمشاهد حديثاً للطائرات والدبابات. احنا قلنا بأن القول الثاني بأنه يشمل هذه الأشياء ويشمل كذلك وسائل القوة الحديثة نحو المسابقة بالطائرات والمسابقة بالسفن والمسابقة بالدبابات والرمي بها أنها داخلة في عموم لا نصل لا سبق إلا في خف أو نصل داخلة في عموم الرمي. فالرمي يكون بالطائرات وبالدبابات ونحوها وكل ما من شأنه القتال. كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية وهذا هو المسألة التي ذكرناها كل ما هو ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم فالمسابقة فيها مباحة ويجوز أخذ العوض عليه. لماذا؟ على القول الثاني اللي هم وسعوا المسألة وأن الحصر في الحديث ليس حصرا حقيقيا وإنما لخصوص هذه الثلاثة فيشمل هذه الثلاثة وكل ما من شأنه أن يعين المسلمين على القوة والقتال. كل ما يقصد منه اللعب والمرح كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة فيه مما أباحه الشرع وتجوز فيه المسابقة بشرط ألا يشكل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. هذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه يقول يعني كل ما يقصد منه اللعب والمرح لا بأس بشرط ألا يكون يعني أي نوع من أنواع المسابقات مسابقة الأولاد مسابقة في أحسن رسم في أحسن طبعا بخلاف ذات حيوان يعني المسابقة في أفضل شعر في المسابقة في العدو في غيرها كل هذه المسابقات جائزة حتى لو كان يقصد منها اللهو والمرح وهذا من داخله في الإباحة الأصلية لكن لا يجوز أخذ العوض عليها لأنها ليست مما تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في معنى الحديث. وجائزة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق عائشة رضي سبق بين يعني عائشة رضي الله تعالى عنها نعم وسبق بين الخيل المدمر من الحافية إلى سنة الوداع وإلى خيلة المدمر من سنة الوداع إلى مسجد بني زريق. لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه. يعني طبعا ممكن يفسخ قبل أن يعني طبعا في مسابقات في عوض يعني في 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 جائزة هذا قبل
ظهور النتائج وقبل الدخول في المسابقة يبقى ممكن يرجع، لكن ما لم يظهر إن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول. يعني اللي لأنه لما هو يفسخ ليه حتى ليضيع عليه العوض، أو حتى لا يبرم إذا كانت على قول بأنه يدفع، بأن المتسابقين يدفعون في هذا العوض، وهذا تفصيل الكلام في ذلك. تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو المتسابقين أو أحد المركوبين، هنا تبطل لي لأن انتهى في ذلك. يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه. يكره للأمين أو الحضور، الأمين اللي هو مؤتمن على تنظيم هذه المسابقة، أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه، لأن هي المسألة يعني طبعاً إحنا الآن بنقعد نجلس الآن في مباريات الكورة مثلاً، وتسمع ألفاظاً وتسمع أعوذ بالله وتسمع شتماً وسباً ولعناً، وهذا كله خلاف مقصود الشرع. ما ذلك الناس دي خرجوا عن مقصود الشرع وصاروا يعادي بعضهم بعضا بسبب هذه المباريات، وهنا في رابط هنا وفي رابط هنا ورابط ده ينزلوا بعد كده وممكن أهل المكر والتدبير يوقع بين هؤلاء وهؤلاء يعني حتى يعني يشيع الفوضى في الناس ونحو ذلك، قتلهم الله جميعا. هذا حدث وانا طبعا هذا كله خلاف مقصود الشرع. نتحول طبعا هذا كله انتقل للمسلمين من الكفار، من التشبه بالكفار، كل ده انتقل للمسلمين من التشبه بالكفار. والا اذا كان فمساله الاهتمام بالرياضه ونحو ذلك شيء جيد وجميل، والرياضه من اسباب قوه المسلمين، لكن ان تتحول الرياضه الى وسيله للتباغض والتباعد والتشاتم والمقاتلة، يبقى إذا خرجت الرياضة عن 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 مقصودي، لأن المقصود في الرياضة أنها بتهذب أخلاق الناس، يعني تهذب الرياضة تهذب أخلاق الناس في الحقيقة. فلما يكون الإنسان اللي هو بيمارس الرياضة إنسان شتام أو لعان أو سباب، يبقى هو لم يستفد شيء. إذا الذي يحدث الآن خلاف مقصود الشرع، وإلا ففي الكورة دي الناس كلها دماغها في الكورة اللي بتجري دي. الناس سبحان فعجب كيف ارتضأوا ناس أن تكون أدمغتهم في أقدام الناس. فعجب لهذا والله. فعجب لهذا إن شاء الله. ربنا كرمه بالعقل فيكون رأسه في أقدام الله. فإذا جاء الفريق الذي يشجعه وانتفض هؤلاء، يعني كما يعني طبعا مثل هذه الشعوب، الشعوب اللي هي إيه؟ اللي بتحركها مباراة كورة. وساعة المباراة تجد الشوارع كلها مغلقة، ولا يقوم أحد بعمل ولا نحو ذلك. فالشعوب دي لما تستذل ولما تستعبد يبقى ولا يخدم ربك أحدا. ده هي مباراة كرة بتجمعهم، ومباراة كرة تسبب تلاعن وتشاتم وسبب بعضهم بعضا، وقد يقتل بعضهم بعضا وينسوا أنهم مسلمون، وينسوا أنهم بينهم وبين بعضهم بعضا أخوة الإيمان ومودة الإسلام، ويصير بقى التباعد والتباغض، واللي بيشجع الفريق ده يشتم الفريق ده وانتظرهم بعد ذلك. هذا كله من الايه من 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 تلاعب الشيطان بهؤلاء. ولذلك مثل هذه الشعوب بتستعبد وتسترق ولا يظلم ربك احدا. هي همتهم هكذا، همته يتفرج على الفيلم العربي بالليل ويتفرج وبعدين يسمع اغنيه مثلا كان في الزمن الماضي كده، كان لازم كل يوم فيلم عربي، كل يوم مباراه كوره بالنهار وبالليل والساعه 5 6 يكون اغنيه لاحدى المشهورات وهي عند الله سبحانه وتعالى الآن. وبالليل يبقى هذه حياتهم، حياة الدواب وحياة الأنعام. ومثل هؤلاء يبقى سهل جدا إن استرقاقهم واستعبادهم من، لأنه كما قال الله جل فاستخف قومه فأطاعوه. هو لما فرعون قال للناس، قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. شايفين الانهار اللي تجري من تحتي القصر بتاعي على النهر، فلا تبصرون ام انا خير من هذا من نبي الله موسى
كريم الرحمن، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسوات من ذهب، هي همته كده همته ما كده، أو جاء معهم ملكة مقتربين. إلا حصل الناس رأوا ملك فرعون لكن لم يروا ملك الله جل وعلا، ملك فرعون الذي هو ذرة في هذا الكم ذرة، فالناس لاحظوا الهامين ولم يلاحظوا ملك الله جل وعلا من السماء إنه شمس وجبال وأرض وسماوات والجبال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون، فاستحقوا قول الله جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، أطاعوا لي إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك حرص الطغاة وحرص أهل الباطل دايما على إضلال الناس وإشغال الناس بغير الدين، لأن الدين هو الذي يعني يربي رجالا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولذلك الذي سيقوم بالقتال وجهاد أعداء الله جل وعلا كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، أنتم شرقيون وهم غربيون، وحتى يختبئ اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، انتبه لهذين الصفتين يا مسلم يا عبد الله، ليس عبد الدينار ولا عبد الدرهم ولا عبد الخميصة ولا عبد الكرة ولا عبد الشهوات، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغاقد فأنه من شجر اليهود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذه إذن فهمنا من هذا إن المسابقات في الجملة جائزة لأنها داخلة في الإباحة الأصلية، ولأن بالسلام فعلها سبق عائشة وسبق بين الخيل فالأصل المسابقة جائزة، لكن المسابقات التي على عوض فأولا تجوز في هذه الثلاثة لأن من شأنها قوة المسلمين على الجهاد لا سبق إلا في نصل أو خف إلا في خف أو 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 نصل أو حاف، والخف اللي هو الإبل يعني البعير والنصل الذامي بالسهام والحاف وهو الخيل. وهل تجوز أخذ العوض على غير هذه الثلاثة؟ فالعلماء على قولين، القول الأول بأنه لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، والقول الثاني يوسع يقول كل ما من شأن إعانة المسلمين على القتال والجهاد فيدخل في هذا الحديث، فوسع على ذلك من ذلك رمي التسابق بين آلات القتال ورمي الطائرات والسفن والدبابات وكل ما من شأن والقوة والعدو مما كان والسباحة ونحو ذلك مما هو من شأن أن يعين المسلمين على القتال، فإنه يجوز أخذ العوض عليه ويجوز أخذ العوض عليه لأن فيه المصلحة المترتبة عليه كبيرة جدا في ذلك، فلذلك أجاز الشارع ذلك لعموم المصلحة المترتبة عليه. المسألة الثالثة شروط أخذ العوض في المسابقة، شروط أخذ العوض في المسابقة اللي هو العوض اللي هو إيه؟ السبق. التعيين الرماة في المناضلة، تعيين الرماة في المناضلة أن يكون كل واحد معروف ماشي كم واحد 2 3 4 أو المركوبين في المسابقة سواء كانت المسابقة في الرمي أو المركوب يشمل الإبل ويشمل الخيل أو المركوبين في المسابقة أو المركوبين وذلك برؤية يعني يكون كل يعني تحديد المسابقة دي. اتحاد المراكب في المسابقة أو القوسين في المناضلة وذلك بالنوع، فلا تصح بين عربي وهاجي ولا بين قوسي ولا بين قوس عربية وفارسي حتى تكون المسابقة فيها نوع من العدل بيكون الآلات فيها ايه الآلات فيها نوع من التكافؤ والتماثل. نعم فالخيل مثلا طبعا الخيل العربية الخيل دي لها أصول يعني لها أصول عربية يعني الخيل في كل خيل له نسب وكلما كانت انتسبت الخيول كلما كانت هناك خط خريطة للنسب فكلما كان هذا الخيل في هناك أنواع من الخيول من السلالات العربية الأصيلة اللي هي أثمنها بتفوق الخيال يعني في ذلك. فالمهم يكون إيه يكون هناك تكافؤ وتماثل بين المتسابقين. تحديد المسافة أو الغاية وذلك إما بالمشاهدة أو بالزرع، يعني المقصود من هذه الشروط هو إيه؟ إن يكون الأمور محسومة اللي هو ما محسومين أو الإبل معلومة أو الخيل معلومة، إن يكون في تكافؤ وتماثل بين المتسابقين. الثالث إن المسافة أو الغاية تكون إيه؟ معلومة. طبعا كما يجوز إصابة كما يجوز التسابق في رمي الهدف ممكن يكون التسابق في رمي إيه؟ في رمي لمسافات أطول وهذا يدخل في رمي إيه؟
يوم الجلة ونحو ذلك. الجلة دي قوية جدا لأنها تجعل الزراعة ده بفضل الله سبحانه وتعالى قويا متينا. يعني لذلك تجد ان اللي هم بيرموا ده لازم يكون زراعه ده بفضل الله. علي رضي الله عنه في 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 احدى غزواته يعني حمل باب الباب ده 10 ارادوا ان يحملوه فلم يستطيعوا حمله فحملوا رضي الله عنه على 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 يده واتخذه دعاء رضي الله عنه قويا فتيا. فالمهم تحديد المسافه في القوه. فسواء اذا 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 الرمي الجل ده داخل في ايه؟ داخل الا 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 ان القوه الرمي. يبقى مش رمي فقط في النصل والسيان، لا لان كمان الرمي كذلك في الزراعه. ان يكون العوض معلوما ومباحا لانه مال في عقد، لانه مال في عقد نعم، فوجب العلم به وباحته كسائر العقود. معلوم ومباح يعني معلوم اتكم معلوم، ومباح يعني لا يكون الجائزه محرما. يعني مثلا ما تكونش الجائزه خمر مثلا، او تكون الجائزه لحم خنزير، او تكون الجائزه الات محرمه، لا لابد ان يكون العوض معلوما ومباحا. زاد درجات الميداليات نعم، ميداليه ذهبيه الرجل، الميداليه الذهبيه جائزه لانها ليست لانها مش لانها يعني الذهب المقتنى يجوز اقتناؤه، يعني يجوز اقتناء الذهب نعم، وانما الذي يحرم في الذهب هو لبس الذهب او الطعام والشراب الذي او الاكل او الشرب في في آنية الذهب والفضه، اما اقتناء الذهب فهو جائز. الناس الان في ظل الظروف التي تمر بها، الناس اللي بيستطيع انه يشتري سبيكة ذهب، يشتري اي حاجة ذهب، يشتري نعم حتى يعني يحرز ماله، لان الاموال بي 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 بتأكلها الاكلة كل يوم. الاموال لقيمة الجنيه الحمد لله تأكله الاكلة بالضبط. الله المستعان. ان يكون العوض من غير المتسابقين. طيب وهذه مسألة مهمة سنقف عندها. أن يكون العوض من غير متسابقين، يعني يكون العوض من جهة ثالثة غير مدفوع منه. قال ليخرج بذلك من شبه القمار. تمام ولا ما في؟ سامي. كان بيسأل على الجلة. ماله الجلة؟ الجلة عبارة عن إيه؟ يبقى أنت بعيد جدا عن الرياضة، بعيد أنت. هم يقول لك بقطعة من الحديد هكذا بتحمل هكذا وترمى وينظر فيها إلى 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 أبعد مسافة يصل إليها. فهذا هو رمي الجل، تحتاج إلى ذراع قوي متين. هل هذا رمي يعني هل هذا رمي؟ رمي داخل في رمي. بيحدد معدوي مسافة أبعد. ما الشيخ هذا قوة الذراع. أنت أصلا السيف ده أنت لو أمسكت سيفا أنت مستسهل أن أنت مثلا تمسك سيفا نصف ساعة كده تبارز بيه متواصلة. الكلام ده ما هو يعرف ذلك أربابه اللي ملوش في القصة. إيه يعني ما لا هو خمس دقايق ومش هيستطيع أنه يحمل يعني. فرمي الجلة دي من أساس قوة الذراع داخل أيضا قال أن قوة الرمي. نعم. وأن يكون العضو من غير مستقيم يخرج بذلك من شبه القمار. أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تصح المسابقة. إذا معنى كلام المؤلف أن يجوز أخذ العوض، ولكن العوض مع الشروط السابقة لا تكون من المتسابقين. ليه؟ قالوا أن لو كان من المتسابقين يبقى يكون فيها نوع من إيه؟ لأنه ممكن يغنم وممكن يغرم يعني يخسر. فلذلك طبعا هذا احد القولين في المساله ان يكون العوض من غير المتسابقين. والقول الثاني ويقول به بعض من اهل العلم انه يجوز في المساله انه يجوز اخراج المال من المتسابقين، ان المسابقات على عوض طالما في فيما اباحه الشرع وفيما اذن فيه الشرع فيجوز في ذلك ان يكون العوض من المتسابقين ويجوز من غير المتسابقين. واستدلوا على ذلك بماذا؟ استدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أن أبا بكر رضي الله عنه راهن المشركين. راهنهم على ماذا؟ راهنهم على انتصار الروم على الفرس. فراهنهم على 5 سنين، إن انتصر الروم في 5 سنين فله كذا، وإن لم ينتصروا فلهم كذا. راهنهم على ذلك.
فلما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه قال ألا جعلتها إلى ما دون العشر؟ ألا جعلتها إلى ما دون العشر؟ لأن هي مسألة في بضع سنين، والبضع من الثلاثة إلى العشر، فقال ألا جعلتها إلى ما دون العشر؟ وفعلا هي هم انتصروا في هذا في هذه المسافة، في هذه اللي هي المدة الزمنية. الشاهد من الحديث، والحديث عند أبي داود وعند أبي داود والترمذي، ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجاز دفع البكر ولا لا، وكان متسابق ولا لا، كان متسابقا في ذلك. فلذلك هذا الحديث استدل به الفريق من العلم الذي أجاز دفع العوض من من؟ من المتسابقين. يبقى سواء كان العوض خارجي، الجائزة خارجية، أو الجائزة مشتركة من مال من 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 مال المتسابقين، استدلوا على ذلك وقالوا وأما ما ذكروه من المخاطاة التي تشبه القمار فإن الشريعة لا تحرم أي مخاطاة، وإنما الشريعة تحرم المخاطاة التي تفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا هو القمار. أما عموم المخاطاة فأبو بكر رضي الله عنه رهن ولا لا، وكان فيها مخاطاة ولا لا، والشريعة لم تحرم ذلك. إذن مسألة المخاطاة عموما إنها كل ما كان فيه غنم، طب ما التجارة فيها نوع من المخاطاة ولا لا؟ هيشتري السلعة ويعلم هيبيعها بكم، ممكن الشيء خمسة ويبيعها باثنين ويبيعها باثنين ينخفض السعر، ولكن داخلة في عموم وأحل الله البيع، نعم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن مسألة المخاطرة، أي مخاطرة؟ المخاطرة ليست أي مخاطرة محرمة في الشرع، وإنما المخاطرة التي تفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل نحو القمار ونحو ذلك، فهذا هو المحرم. أما في مسألة المسابقات ونحو ذلك التي ترتب فيها قوة للمسلمين حتى لو كان العوض من المتسابقين، جاز أخذ العوض في هذه الحالة. طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، نعم، ولكن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، نعم. بقي أمر وهي مسألة المسابقات والحوافز التجارية اللي الناس بتعملها لتنشيط البيع ونحو ذلك. وهذا النوع وهذه المسابقات نوعان، او اللي بيسمونها الحوافز التجاريه، والحوافز جمع حافز، وما يحفز الناس على البيع والشراء. هذه الحوافز نوعان، من نوع منها جائز ونوع منها غير جائز. اما النوع الجائز التي يكون فيها مثلا اذا اشترى كما، اذا اشترى اثنين يعني خصم له، اخذ قطعة عادية، اذا اشترى خمسة قطعة عادية، خدمة ما بعد البيع، اذا اشترى كما معينا فيخدمونه فيما بعد، او يكون النقل والتركيب مجانا ونحو ذلك، كل هذا جائز، لا حرج فيه، ليس هناك محظور شرعي في ذلك، أو أن يخفض السعر عشان يأخذ كم معين، كل هذا أيضا جائز، ما في لا حرج فيه. النوع الثاني من الحوافز التجارية التي تدخل في ضمن عدم الجواز، أن يقول إيه، إن اللي هيشتري من المحل اليوم هيدخل في السبق، هيدخل في سحب عليه على سيارة، ويكون مثلا المسابقة عبارة عن إيه، حاجة لا تمت للمبيع بصلة. راح تشتري ثلاجة ب 3000 جنيه، يقول لك والله طبعا مفيش ثلاجة ب 3000 جنيه، الله المستعان، الله المستعان، نفضل اللي تزوج ولا شيء، لما تزوج الله جل وعلا معه، والله الامور الان، انت كل كان بيشتري ثلاجة بثلاثة، ان الثلاجة اللي كان بثلاثة اليوم ب10، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى الرسوم بتاعت الزواج كمان اللي كانت ب1000 و2000 ولا ونحو ذلك، النهارده الرسوم بقت ايه، عدة الاف، ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني اللي ما اشترى السيارة خلاص، اللي اشترى سيارة خلاص عدى منها، واللي تزوج الله المستعان، إن لله وإن إليه راجعون. ربنا سبحانه وتعالى خف عنا وعنكم وعن المسلمين والله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فسبحان الله، مهما في ناس كده، في ناس كده مشؤومة، تضع يدها في شيء تجد سبحان الله خضراء جفة، يعني مسيلمة الكذاب أراد أن يريهم كرامته، فماذا فعل؟ بصق في بئر،
حتى يؤياهم الكرامة. فغارت ماء البئر، فهذه إهانة، في كرامة وفي إهانة. الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها عبدا عبده من عباده، فيجري شيء من الخوارق على يديه، كما حدث للصحابة رضي الله عنهم، منهم الذي مشى على الماء، ومنهم قول عمر يا سارية الجبل الجبل. وسارية كان في العراق يقاتل يعني عداء الله في العراق، وعمر في المدينة، لكن وقع في عمر ويخطب إن العدو الآن يحاصر إيه؟ يحاصر سارية، فقال يا سارية الجبل الجبل إلزم الجبل. فسارية جاء بعد شهر وأخبر إن إحنا سمعنا صوتا يشبه صوت عمر، نعم، ويقول الجبل جبل، فتحصلنا بالجبل فنصرنا الله عز وجل على العدو. هذه كرامة وفي إهانة، كما فعل الله جل وعلا بهي مسيلمة الكذاب. هكذا النوع الثاني بقى من المسابقة اللي هي إيه؟ مسألة الحوافز التجارية، هذه اللي هي مسألة إن هو يقول اللي هيشتري اليوم من المحل الثلاجة بقى بالأرقام التي تعلموها مثلا، يبقى هيدخل سحب، والسحب ده ممكن يشتري، ممكن يكون سيارة مثلا بمئات الألف. هذا النوع من الحوافز التسويقية غير جائز، هو أشبه ما يكون بالقمار، لأنه مال بمال متفاضل ولا علاقة له، بلا مسوغ شرعي. واحد يدفع 3000 يدخل ياخد ايه مليون. ومثل هذا ايه مثلا اوراق اليانصيب، طبعا اوراق اليانصيب والحاجات دي اللي بيشتري الورقة بجنيه، وبعد كده لو دخل السحب هيطلع هيكسب ايه، هيكسب مليون جنيه. كل هذه الاشياء غير جائزة، لانها مال بمال متفاضل بلا مسوغ شرعي. ليس هناك مسوق شرعي واحد يدفع جنيه يكسب مليون جنيه، يدفع جنيها واحدا يكسب مليون، يكسب مئات الالاف. هذا ليس هناك مسوق شرعي، مسوق شرعي لهذا. فمثل هذه الحوافز التي يقول هذه حوافز وسحب ونحو ذلك، هذه قمار، لان في الناس هتعمل في، لان الناس في، لان الناس في هذه الحاله اذا علموا ذلك هيدخل يشتري السلعه، وهو لا يريد شراء السلعه، هو يريد يدخل في السحب، ربما يكون سعيد الحظ كما يقولون. يدخل بطل من اسمه بقى عشان نعم، يدخل بطل من اسمه عشان خاطر ياخذ باكثر من هذا. هو لا يريد شراء هذه السلعه، نعم، ولكن يريد اخذ العوض عليها. يبقى هذا مال بمال متفاضل بلا مسوغ شرعي. والكلام ده برضه ايضا يشمل المسابقات اللي بتكون في الجرائد دي، المسابقه اللي بترتب عليها ايضا. يقول لك ليه؟ حتى يقبل الناس على شراء الجرائد، فالناس بتجيب المسابقه عشان يحل الكلمات المتقاطعه عشان يدخل في المسابقه لو ايه، لو اخذ. كل هذه ايضا غير جائزه، لانها مال بمال متفاضل بلا مسوغ شرعي في هذا. طيب ايضا احيانا يقول لك ابعت رساله فاضيه ويكون سعر الرساله دي عاليه برقم ب 3 جنيه. كل هذا لا يجوز، ان مال بمال متفاضل بلا مسوغ شرعي في ذلك. طبعا الكلام ده احنا بنتكلم الان، بنتكلم على الاوضاع اللي احنا عايشين فيها. الاوضاع طبعا اغلب الناس جهله، ما يعلم ولا يتحول الحلال والحرام، وده هذا السبب من اسباب ضيق الارزاق الان عند الناس، بسبب هذا انهم لا يتحررون في بيعهم ولا في شرائهم ولا في معاملتهم ما اذن الله فيه وما حرم الله عز وجل. حتى انك لو والله العظيم بعض الناس الان والله العظيم يستحل الربا، والله مسلمون يستحلون الربا. انا واحد حكى لي قصه في هذا، واحد يعرفه قال له انا والله بعمل مصنع كذا، ورحت للبنك فاعطاني قرض بفايده. فقال له حاسس الكلام ده ربا؟ قال له عم ربا ايه؟ فقال له انت مغفل، تاني جزاء الله خيرا. قال له انت يعني انت مغفل، انت هتخسر كل ده، كل ما هتخسر مصنعك الاساس، ربنا يحاربك، فلا تكن مغفلا وتخالف امر الله سبحانه وتعالى. فاعجب لامر الرجل، يقول له ربا؟ ده الان البنوك دي هنغير الاحكام، والله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يمحق الله الربا ويربس. والمحق مش هيكون على الربح، لا، ده المحق هيكون للمال كله. ولذلك اسال الله السلامه، اللي داخل في الربا غريق، كل واحد داخل في الربا غرق.
تهأمه بالسجن جنب الإما بالموت الإما بغلق المصنع أو كل ما لأنه جهلة. ومن يغالب الله يغلب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.